يبحث رؤساء بيرو وتشيلي وكولومبيا والمكسيك الإسراع في إجراءات التصدير والاستيراد لتعزيز تجاراتهم في أسواقهم الداخلية والخارجية. ويلتقي المسؤولون في قمة ما يسمى بحلفاء المحيط الهادئ المنعقدة في بيسكو في بيرو. ويبلغ حجم التبادل التجاري بين الدول الأربعة 4% فقط من صادراتهم الكلية. السياسات التي تنتهجها حكومتا المكسيك وبيرو متشابهة وتشترك في القيم ذاتها وتسمح لمجتمعاتنا من التمتع بمستقبل أفضل وازدهار أكبر. بيرو الدولة المضيفة تعمل على استغلال إنتاجها الوفير من ثمرة الأفوكادو ومضاعفته في السنوات الأربع المقبلة لتصديره للسوق الصيني الواسع والذي قد يبدأ الشهر المقبل إن انتهت الإجراءات اللازمة.